طبعا دي استعدادات خاصة جدا ومهمة جدا، ودي بطولة لوحدها الأهلي والزمالك. ده دي مباراة لا ليها علاقة بدوري ولا سوبر ولا كاس، مباراة مهمة جدا واستعدادات من نوع خاص. فالنهاردة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي كان بيركز على الجانب الخططي زي ما قلنا في التمرين. رينيه فايلر المدير الفني برضو للفريق كان حريص جدا على أنه ينفذ جانب فني وخططي في تقسيمة النهاردة يمكن بطول الملعب، وكان بمشاركة حارسين استعدادا لمواجهة الزمالك يوم السبت إن شاء الله، ده يكون على استاد القاهرة زي ما حضراتكم عارفين في الأسبوع 21 من مسابقة الدوري.